حقيقة هناك من يتوهم بالإمكان إعادة الفتنة الطائفية داخل العراق، أنا أعتقد واهم ولا يستطيع. الشعب العراقي واعي ومدرك لهذه الأساليب القذرة التي ربما وراءها أطراف، هذه الأطراف لها علاقة بالانتخابات القادمة، الغرض منها هو خلط الأوراق لحسابات معينة جربوا هؤلاء في أماكن متعددة من بلدنا العزيز، جربوا في ديالة، وهنا أثني على دور الأخ قاسم الأعرجي، كان حقيقة له دور كبير بحاول أن يفهم الأمور على طبيعتها، وكان دوره إيجابي لإطفاء أي شيء من هالقبيل. وبالفترة القريبة الماضية أيضا كان هناك محاولات في شمال بغداد تحديدا في الطارمية، وأيضا كان له دور إيجابي والتحق فيما بعد السيد رئيس وزراء. هذه الأطراف مع الأسف الشديد تعتقد تستطيع أن تلعب بمشاعر وتناغم ضمن حسابات ومصالحها، الغرض من عندها هو خلق فوضى. هذه كلها مجسات يحاولون أن يضخوها إلى الشارع العراقي، لكن الشارع العراقي واعي مدرك. الأجهزة الأمنية أيضا علينا أن نعترف صراحة، الأجهزة الأمنية اليوم في العراق أجهزة متماسكة لديها القدرة على معالجة أي حالات من الخرق. الأجهزة الأمنية اليوم أقرب للمواطن من الأطراف التي تريد العبث بأمن العراق. هذه الحالات المتكررة هنا وهناك هو يراد منها هو إعطاء دور أو خلق مجسات معينة لحساب هذه الأطراف. الكثير من هذه الأطراف تريد أن تعبث بأمن البلاد كي لا تذهب إلى الانتخابات. الانتخابات على الأبواب، وهنا رسالتي للمعنيين، الانتخابات يجب أن تكون في موعدها، لأن هذه الأطراف التي تريد أن تخلق الفتنة. من هذه الأطراف وتعبث بأمن البلاد؟ عندك تريد انتخابات؟ عندك معلومات؟ هناك أطراف أكيد، ماكو شيء اليوم مخفي أخي ليث، الصورة واضحة. هناك أطراف كانت ماسكة أو قريبة على أن تمسك بشكل كبير بكل مفاصل الدولة العراقية، الآن بدأت هذه الأطراف تبتعد عن سيطرتها بشكل كامل وبدأت تضعف. هذه الأطراف حاولت في جنوب العراق، لكن الآن أصبح دورها ضئيل ودورها غير مؤثر في المحافظات لدى شعبنا في جنوب العراق. تريد أن تخلق الأوراق، وهذه الأوراق خلطها هو تعتقد لحساباتها. أنا أعتقد هم واهمين، علينا أن نعترف جميعنا أن هذه الأطراف لا تستطيع أن تفعل شيء. وأنا هنا من محافظة ديالة أتحدث معك من بعقوبة، والشارع العراقي في محافظة ديالة لا يقبل إطلاقا الذهاب لأي خلل أو فتنة، لأنه الشارع واعي ومدرك لحجم وخطورة إذا ذهب البعض من يقف وراء هذه الفتنة. على هذه الأطراف أن تكون عاقلة وأن تتفهم ما يريده الشارع العراقي، وأن تذهب إلى الحالة الديمقراطية التي كانت تتحدث عنها واللي هي المسار الحقيقي، الذهاب إلى صندوق الاقتراع ليجد المواطن العراقي ويدلو بصوته بعيد عن الضغط وبعيد عن الابتزاز وبعيد عن كل التصرفات الغير لائقة بالعملية الديمقراطية. تمام.